سرحت جيمز مقطع جديد في 18 وشايفين مطمئن الشباب ولا طور المدرب سعد الشهري مع نادي الشباب. طيب حاليا راح نروح نكمل صفقات الانتقالات او راح نكمل الصفقات. طيب محمد الكويكبي هزاع الهزاع اضفته من القائمه. يا سلام مدينا نتفاوض مع الكويكبي لان ودي اجيبه، والله ودي اجيبه لاعب خرافي. طيب تقبلون تبديل لاعب؟ نعطيكم وليد حزام جناح ايمن. كفو كفو والله انكم كفو، خذوا جعفر. يا سلام وافقوا، بس مليونين 500 كثير يا كويكبي، انا اقول مليونين اخذ لك 10% تصبير اذا بعناه وجيبه. هو والله ما لهم حيل اناقش صراحة، في لاك شوي في اللعبة عشان كذا يعني يطول لين ما يقبل زي كذا، عشان كذا راح اقبل من البداية فدور الفريق حاسم راح نصفق وارجع لكم. طيب يلا قبول 15550 زدناك في الراتب. طيب نجرب الحين مع هزاع الهزاع، ان هذول اللاعبين اعتمدت عليهم بشكل كبير بعد الله في نادي الاتفاق، فخلنا نعتمد عليهم في نادي الشباب. طيب نجرب نعطيهم مهاجمون، نعطيكم يوسف السالم مهاجمكم السابق. والله وافقوا والله وافقوا عيال، ونزيد عليها 600. شوفوا 62. هيا نقدم العرض وافقوا، راح نصفقه برضو وارجع لكم. طيب راح يكون عندنا عساف عمر او اسامه اقصد، وبالعمري القميزي الصلاهم الشلهوب سعد عبد الامير. دقيقه 4-2-2. طيب الكويك بجناح يمين يسار هتان بهبري، راس الحرب هزاع الهزاع وناصر الشبراني، دكه السديري فهد غازي، احمد عطيف، مشاري الثمالي، مؤيد اللافي، وراخي الشمري. طيب حاليا نشوف الفريق صار خرافي، والله شوف عندي عناصر خرافيه، فيلا راح نقرب مباراه الشباب ونرجع مباراه واحد ونرجع لكم. طيب جانا عرض انتقال اللاعب فهد غازي، قبول من الحين. طيب يلا نقدم عمر بركات، قبول العقد الى نادي الاتفاق. طيب تم بيع عمر بركات، عرض انتقال لسعد عبد الامير، مستعد تبيعه؟ يعني لا تبيع اللاعب بمبلغ اقل من 1,500,000، وابدا العرض عند 2,500,000. انا اشوف مبلغ مناسب وحتى بدرجه كبيره. طيب الفهد مصاب، سلام للتدريبات، راح نحط بداله مجرشي. لا راح نضيف الحبيب كويس فهد الحبيب، راح نطور هزاع الهزاع. هزاع الهزاع لاعب جيد ويستحق التطوير، ليش لا. طيب يلا رايحين لمباراة احد، اول مباراة رسمية لي مع الفريق، عرض انتقال مصطفى فاروق بن مصطفى من نادي الباطن، قبول يلا نروح لنادي الباطن يصرف حاله هناك. عرض انتقال من الاتفاق، قبول ليش لا. الحين جينا عرض انتقال زايد من نادي كذا، قبول ليش لا. طيب مباراة احد راح نلعب بالاساسية ونسكب، توقع مع ذي الاسماء الفريق قادر يفوز بنتيجة، يفوزنا بنتيجة كبيرة. الكويك بيسجل، الشلهوب سجل، وعطيف سجل. شوف بداية تبشر خير، وبداية تبشر بالخير لمحمد الكويك مع الفريق. حلو إصابة خفيفة، يعني راح تغيبه 7 أيام، احتمال يلعب يعني المباراة الجاية في الدوري.
خلينا نشوف اذا اللاعب اللي هو سعد عبد المير قبل عرض توقف محادثات انتقال فاروق مصطفى له. اتفاق البيع 1,550,000. لا صعب تعوض مكانه والله، لو 2,000,000 كان قبلت، لكن خلاص. وبرضه هو المباراة لهم في الدوري قدام أحد ناشبين لنا. يلا يلا دامهم ناشبين نصكهم بإذن الله في الدوري وفي الكأس، ما نخاف منهم بإذن الله. يبعنا فاروق مصطفى عرض انتقال لاعب بشهر 8 قبول، يتعوض مكانه. فأنا أشوف عادي إذا راح أو ما راح، كذا والكذا بإذن الله مكانه راح يتعوض. يلا نروح لمباراة أحد في الدوري، أتوقع ذي المرة راح تكون خارج أرضنا. طيب سعد عبد الأمير غير جاهز، راح نلعب وليد حزام أو لا اللاعب عطيف. كذا تشكيلة زينة، خلونا نسكر بالمباراة قدام مين؟ قدام أحد، بس ذي المرة خارج أرضنا، المرة الأولى طبعا كانت في أرضنا. نقول إن شاء الله فوز أيضا مرة ثانية. طيب يلا يلا، أنا الحين 0-0، نص ساعة مرت، فرصة يسجل في الدقيقة 38. شكلهم بينتقمون وحد، كفو الكويكبي، الكويكبي يسجل للشباب. يلا الشباب، انتهى المباراة بتعادل 1-1. المباراة الأولى كان 3-1، لكن المباراة الثانية 1-1. المشكلة كل المباراتين يعني يثبت لنا انه عساف القرني استقبل اهداف. ان شاء الله المباراة الجاية يعني ما استقبل اهداف. توقع الحين صالح الكنز بيصير 65. ياب صار 65. سليم توقع التدريب الجاي يمكن يصير 67، اتوقع بنسبة كبيرة. تم بيع مشاري الثماري. عرض انتقال قبول. جمعان الدوسري رفض، راح يكون له فائدة في الدكة، فنقول خليه يبقى. طيب نقدم للقادم، راح تكون مباراة قوية قدام مين؟ قدام الزعيم، قدام الهلال بطل الدوري في ذا الموسم. طيب لكن في لعبة بإذن الله بنصكه وناخذ الدوري احنا. الشباب مع سعد الشهري جد يلعبون بجد بروح. عرض قال ناصر العويدان قبول، ما يهم يا اخي اي لاعب يجي عرض قبول. طيب يلا نقدم مباراة الهلال يوم سبت، راح تكون نأمل من الجمهور الشباب يحضر هذه المباراة عشان نفوز بإذن الله قدام الهلال. طيب سامي الجابر اللي كان مدربنا الحين صار رئيس نادي الهلال، فاليوم استعد الأخ. طيب طيف بعد بالله، سعد عبد المير يلعب قلب دفاع. لا ما تلعب قلب دفاع، جيب الفهد خليه بالاحتياط، رجع ليش لا، نعطيه فرصة. فين جمعان الدوسري استدعيه؟ نشوف كذا تشكيلة الاحتياطية زينة. يلا هذه تشكيلة الفريق، الشلهوب بيلعب قدام الهلال أول مرة بعد انتقاله. فيلا نخش على المباراة ونرجع لكم. طبعا مو بس الشلهوب اللي يلعب قدام النادي السابق، أسامة هوساوي، ناصر الشبراني، محمد الشلهوب، فايد غازي في الاحتياط، عندك خطير ادواردو جول بالراحة سجل الهلال جول. يمدينا عليهم بإذن الله. يلا اسامة هوساوي، عبد المجيد تصريحهم حلو من عبد المجيد، حتان بهبري، ناصر اكل عم، ومين عبد الله حافظ خلصها من قدام هزاع البريك، سيروتي يعطيها كارلوس ادواردو، خطيرة عند الهلال، ميليسي الكويكبي معاه،
توصل عند سالم الى ادواردو، لكن اسامة يخلص من قدام ادواردو. صح قمزي يخطي خريبين، حلو سعد عبد الامير. ناصر ترجع الحافظ مليسي، كافي عبد المجيد السلام. هدف ثاني للحياة، دي ترجع الحارس اعطاها راس خريبين ان شاء الله. المفروض فاول ترى، والله فاول المفروض. غش اللي كذا، غش غش. طيب طبعا شوط ثاني رجع سعد عبد الامير قلب دفاع، وخرجنا عبد الله الفهد ودخلنا بدال وليد حزام العنزي كوسط مع شلهوب ادواردو كادش الكويكبي حمد شلهوب يعدي، لكن حسن كادش يقطعها يخلصها اسامة عطيف. ايه يا بخبري كفو، كنت اصقع في عبد المجيد. ترجع ادواردو خطيرة عند ادواردو لسالم الدوسري خريبين، توصل لركلة مرمى طيف، لكن صالح القبيز يخلص. هزاع توصل لناصر الشمراني الى هتان بهبري، بهبري عده بهبري يعرض، تروح على ركلة زاوية بعد ما صقعت في احمد شراحيلي. طيب راح نزلوا باللبس بدال مين؟ بدال لاعب صدف ناصر، نجيبوا بلة بدال هزاع، وبلة والشمراني وبلة. الله يا بلة يدخل ويسجل جول، ثالث هدف في الدوري وثاني هدف في الدوري الموسم الماضي. شوف التبريرة من ناصر حلوة، وبلة شاتها وسجل جول أول الشباب. يبي عبد الله طيب بدال الشلهوب، شكرا للشلهوب. محمد الكويكبي وبله، الله يا وبله. حلو 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 يا شباب، الله يا ناصر الشبراني. الزلزال الزلزال، ناصر يسجل، ناصر يسجل. شوفوا بله كيف عده، شوف المهاره مررها الشمراني، شوف التسديده لا تصد ولا ترد عن طريق ناصر الشبراني بعد اسيست وبله. وبل بس يا عيال خمس دقائق صنع جول وسجل جول. سيروتي سهل العساف، والله عساف. يمكن نبيع او مو نبيع، يعني قصدي نجيب حارس ثاني، ما يسوي شيء. الله يا وبله اعطاها ناصر، الزلزال راح الزلزال راح الزلزال راح، الشمراني جول جول ثالث. الشباب يا عيال ما غيرت الصعوبه ولا شيء، والله والله والله. شوف 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 الشمراني، شوف الشمراني بعد تمريره من وبل اللي نجم المباراه بكل صراحه. حتى الشمراني سجل يعني جولين وصنع جول، وبل سجل جول وصنع جولين. بس وبل شوف كم دقيقه الشمراني طول، وبل الشمراني وبل راح وبل راح وبل راح. كويكبي بهبري، الله يا كويكبي تروح الركلة زاوية. مباراة طرب، مباراة طرب الكويكبي. الله يا وبل المعيفة تصدالها وتنتهي المباراة بفوزنا على الهلال 3-2 بعد أداء تاريخي من أوبلا. طبعا حبيت أقول لكم شيء، إني ما شفت اقتراحاتكم اللعيبة اللي تبون تجيبهم، اعذروني راح أترك لكم فرصة بعد المباراة الجاية، يعني في يوم راح يكون فاضي، فراح نترك لكم فرصة تكتبوا لي اللاعب اللي تبون نجيبه. حاليا خلينا نشوف حارس نقدر نجيبه بكل صراحة. طبعا قررت اني ما ابيع ذا اللاعب لانه خرافي بكل صراحة، اللي هو بل. طيب جودة الفريق الاول، نبي نشوف حراس. الحبسي، الحبسي موجود. فين الهلال؟ لا الحبسي اعتزل. خلنا نشوف حراس الدوري السعودي اجمالي. يلا
شوف أحمد الكسار كويس وسليم ما أتوقع ما ينفع جبناه في النصر. طيب الواكد لا سعد الحبسي خليفة علي الحبسي. طيب فاروق مصطفى لا عز الدين دوخة إيه جيب عز الدين دوخة. الحضري حتى الحضري ممكن بولحي والله صعبة. بين حضري ودوخة وأنا أشوف دوخة أفضل. دوخة درب جرب مع عز الدين دوخة يلا إن شاء الله يقبل. بس جرب تبديل لاعب خذوا عصام القرني لا يبغون جناح أيسر خذ 500,000 شيخ خذ معاها 50,000 زيادة 971 ايش تبون أكثر؟ يلا راح للصفقة قدامكم في صفقة عز الدين دوخة. دور الفريق تدوير لا يبغى هام وهام قول مدة العقد 1 عام أو 1 سنة سنتين احنا ما نقول سنتين. اخذ لك مني زيادة ولا تزعل يا 1409 تمنها صفقة عز الدين دوخة. يلا حاليا نسوي تدريب. طيب اتوقع السلام بيصير 67 لا ما صار. طيب الكويكي قريب من 71 بدرجة كبيرة. طيب نمدح الكويكبي قدام الاتحاد نمدح الكويكبي على انتقال ناصر الشمراني رفض مستحيل يبيع الزلزال. طيب المباراة الجاية راح تكون الاتحاد الشهر الجاي ايش عندنا؟ دام الشهر الجاي ذي المباراة فراح نخلي الاتحاد الحلقة القادمة. بس خلينا نشوف حاليا فين وبالله وعز الدين دوخة 1 2 3 4 هذول 4 جانب 5 جانب كويس يعني شوف عدد جيد بدرجة كبيرة. طيب راح نجيب عز الدين دوخ حارس اساسي ونخلي اوبل احتياطي ولا في احتياطي وبس. يلا خلونا نقدم اذا شاء يعني اذا في شيء مهم راح ارجع لكم. طيب خلاص اجل ما في شيء فخلينا نشوف بس هنا على انتقال ناصر العبيدان قبول. طيب خلاص راح نوقف هنا. إذا تبون تستمر على السلسلة وصلوا المقطع فوق 20 لايك واكتبوا اقتراحاتكم. فبس كان معك فارس جيمز مع السلامة.